اليوم الثاني على التوالي المواطن ضحية قسط لمياه. يعني اللي عنده موعد بعد نص ساعة وبيعلق ساعتين بالعشاء شو بده يعمل؟ أطراف القاهرة تشتعل مواجهات مع الجيش المصري وإخلاء مترو الأنفاق لفترة. الأسد تدميره الكيميائي يحتاج إلى مليار دولار ولم ننظر إلى أمريكا أبدا كعدو. وفي النشرة إنها اللامبورغيني من ذهب. من بين جنبات زيارات الشكر على التعزية حضرت الملفات الداخلية كضرورة التعجيل في تأليف الحكومة ومبادرة الرئيس بري في لقاءات رئيس جبهة النضال ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب. جولة تستكمل في مرحلة ما بعد الظهر بالرئيسين المستقيل والمكلف. وإلى هم السياسة تعاظم اليوم الهم الحياتي للبنانيين من جراء قسطلي مياه أغرق أوتوستراد أنطلياس بزحمة سير خانقة شلت مختلف المناطق المحيطة. البداية من الزحمة لليوم الثاني على التوالي تسجل زحمة سير خانقة من ضبي باتجاه بيروت بسبب استمرار الأشغال في قسطل للمياه. لا يزال الأوتوستراد من جوني باتجاه بيروت يشهد زحمة سير خانقة وتحديدا في منطقة ضبي بسبب إصلاح قسطل للمياه، وقد تم تحويل السير على الأوتوستراد على مسربين فقط بين جسر أنطلياس وجل الديب باتجاه بيروت. الله يساعدنا، شو هيدا؟ أربع ساعات معقولة؟ كل يوم بنوزع 30 فاتورة، نحن اليوم منا قاعدين فاتورتين استا لحديت هلا. تقريبا شي ساعة من دبي لهون رايحين المطار، تأخرنا. يعني اللي عنده موعد بعد نص ساعة وبيعلق ساعتين بالعشاء شو بده يعمل؟ يعني عن جد الله يعين اللي معه سيارة، أنا معي موتسيك صار لي نص ساعة بالطريق ما في عم اطلع، كيف اللي معه سيارة قاعد وخصوصا إذا معه هيسي الله يعينه. صار لي أكثر من شي ساعة وربع. يعني هلكنا من الكازينو لهون، عفرت سحب. يعني حضرت حالي من البيت مجبورة انزل، حاطة فيروز منيح البعد في شي حلو بهالبلد. شو بدك تقول هالدولة بتحكي على الفاضي. ومن المتوقع أن يبقى الحال كما هو لأن التصليحات ستستمر لغاية يوم السبت. للوقوف أكثر على آخر تطورات السير والزحمة عند الدورة نهر الموت وصولا إلى أنطلياس، باسل العريض يواكب العالقين في سياراتهم. باسل، كيف أصبحت زحمة السير؟ هل ما زالت على أشدها؟ باسل الزميل باسل العريض، باسل هل تسمعني؟ باسل إذن هل تسمعني باسل؟ نعم تفضل، كيف هي أجواء زحمة السير حتى الآن؟ هل ما زالت على أشدها؟ بالواقع فعلا يعني زحمة السير تحديدا من اتجاه الخط الغربي، المسلك الغربي لأوتوستراد دبي باتجاه بيروت، لا يزال يشهد زحمة سير خانقة عند نقطة أنطلياس. هذه النقطة حيث تقوم ورشة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان بهذه الأعمال كما تشاهدون في عبر هذه اللقطات. الآن الأعمال ما زالت مستمرة، هي 24 ساعة على 24 ساعة. كانت قد بدأت بالأمس وبحسب يعني المعطيات المتوفرة لدينا أن هذه الأعمال لن تنتهي قبل يوم السبت. هذا القسطل أو هذه الأنابيب المياه تزود مدينة بيروت بالمياه، مياه الشفا تأتي من نبع شعيتة وتصل إلى مصنع أطبية حيث يقوم بضخ هذه المياه إلى بيروت. هذه الأنابيب كانت قد وضعت أو أنشئت عام 1970، وبحسب المصادر والمعطيات المتوفرة لدينا حتى الآن تقول هذه المعلومات على أن
هذه الانابيب ما زالت صالحه للاستعمال، الا هناك بعض الاعطال التي تطرا عليها كل 3 أو 4 سنوات، وبالتالي لا ضروره لقيام ورشه كامله لاصلاح جميع هذه الانابيب حتى الان. وبالتالي هناك بعض التصليحات البسيطة التي تطرأ كما ذكرنا كل 3 أو 4 أعوام تستدعي هذه الورشة. هذه الورشة التي بدأت منذ أمس تأتي بالتزامن مع إجراءات اتخذها قوى الدرك وقوى أمن الداخلي على هذا المسلك لمحاولة قدر الإمكان للتخفيف من زحمة السير. وزارة الأشغال وفي اتصال مع وزارة الأشغال أكدت أن لا علاقة للوزارة بهذه الأعمال. أعمال وزارة الأشغال تقتصر فقط عند انتهاء أعمال الصيانة هنا، حيث تقوم هي بأعمال التزفير. على أي حال، إلى جانبي هنا المهندس مسؤول المشروع المهندس دانيال رحمة، يعطيك العافية. اليوم حطنا شوي أكثر بأجواء هذه الورشة. اليوم الورشة بلشت امبارح الصبح الساعة 1 الظهر، بدأ 72 ساعة لحتى تخلص نهائيا. 72 ساعة تنتهي يفتح السير عليها، و 48 ساعة ليرجع ياخذ مي منطقة بيروت. يعني هذا التصليح بيخلص ب 48 ساعة، بس السير بده 3 أيام. هلا عم شغل على حوالي 3 أمتار. صح، قصر 1200 إترنيت مضروب القصر، عم نغير شقفة منه. طيب اليوم يعني اذا عم نحكي بالورشه اليوم قديش هي صعبه هذه الورشه اللي ينعمل فيها؟ يعني بدها 4 ايام، على قد ايه بدها الخبريه؟ المشكل مش بالشغل يلي بعد لحد هلا ما بلشنا بالتصليح، عم نفضي الخط من المي تنقدر نشتغل. صار لها من امبارح شي ساعة 6 بعد الظهر عم نضخ مي ب6 طرمبات لحتى نفضي قصر ال 1200 من المي. بس يخلص هيدا الشغل قصة التصليح خبري ساعات صار. طب يعني بصرف النظر عن زحمة السير اللي عم بسببها هيدا المشغل اليوم، هل حيتأثر أهالي بيروت اليوم بموضوع المي؟ طبعا هلا المي مقطوعة، ما عم القصر هيدا واقف طبعا، ما عم يضخوا فيه. بعد 48 ساعة من امبارح الظهر بيرجع بياخذوا منطقة بيروت مي. نعم بس عادي. يعطيكم العافية. إذا كلارا، هذه هي أجواء الأعمال في منطقة أونتلياس عند نقطة تصليح نبيب مياه الشفا لمدينة بيروت. نعم، شكرا لك الزميل باسل العريضي. طمأن عوض إبراهيم المحرر من بين المخطوفين اللبنانيين في أعزاز في اتصال مع برنامج الحدث إلى أن اللبنانيين 9 بخير وفي صحة جيدة بعد معارك أعزاز بين الجيش الحر وتنظيم القاعدة. بس اليوم حكيت مع أحد الخطفين. نعم. وقال لي الحمد لله أنه بعض هنا شوي حدود الترتيب بالضبط. وما صار عليهم شيء. والحمد لله بخير. أنا من سنتين هونيك هجموا علي الجيش الحر لأبو إبراهيم اسمها مجموعة عمر بن العاص. نعم. وأخذونا على بيعة اسمها سلامة حدود تركيا بالضبط، وبعد موجودين هونيك. نعم. هن ما زالوا موجودين هونيك، يعني بعاد عن قلب المدينة. إيه بعاد عن الزاوية. بعد 5 كيلومتر. العائلات لا تزال تنتظر بارقة أمل في ملف المفقودين. نوال بري والتفاصيل مباشرة من الضاحية الجنوبية. نوال، ماذا في جديد المخطوفين في أعزاز؟ يعني كلارا، ما قاله عوض إبراهيم المخطوف السابق في أعزاز عززته الأقوال أو المصادر الأمنية التي أو المعلومات الأمنية الأولية التي كانت تحدثت منذ مساء الأمس عن أن المخطوفين اللبنانيين بخير. يعني كلارا، لمن يعرف المنطقة جيدا يدرك أن أعزاز تبعد حوالي 5 كيلومترات عن ما أو بحسب ما كان قد أعلن لواء عاصفة الشمال أن المخطوفين هم في معسكر لواء عاصفة الشمال. وبالتالي ما جرى البارحة هو أن القاعدة أو جبهة النصر المتفرعة من القاعدة يعني كانت في أعزاز، وبالتالي لم تصل بعد إلى معسكر عاصفة الشمال وعاصفة الشمال، حيث من المفترض أن يتواجد اللبنانيين. ولكن المعطيات جميعها تؤكد كلارا بأن المخطوفين بخير في منطقة لا ندري أين هي، ولكن المعلومات المؤكدة أن الجيش أن جبهة النصرة سيطرت بشكل كامل على أعزاز. ربما لم تصل بعد إلى معبر باب السلامة، ولكن الحكومة التركية قررت إغلاق
معبر كيلس الذي يؤدي إلى إعزاز. يعني الأهالي وكما الرأي العام اللبناني منذ ساعات الليل البارحة يعني عاشوا هذا الضغط النفسي كلارا، باعتبار أن الوصول إلى إعزاز يعني لا سمح الله الوصول إلى المخطوفين، ولكن التطمينات كلها كما ذكرنا أكدت أنهم بخير. اليوم يعني صار في كثير حكي من امبارح لليوم عم بيقولوا انه المخطوفين لا سمح الله يمكن تعرضوا للخطر، وجود القاعده، بتعرف القاعده دائما بيشتغلوا طائفيا ومذهبيا، وكان في خوف انه يوصلوا لهم للمخطوفين. اليوم انتم كالاهالي من امبارح لليوم كيف تغير موقفكم وشو الخطوات اللي ممكن تتخذوها؟ نحن من الاساس بنعرف انه الخاطفين هن اخذين الغطاء من تركيا، نحن اي شيء بيصير على المخطوفين بتتحمل مسؤوليته الدوله التركيه والرئيس اردوغان مباشره، حتى لو اي واحد حكمه نوبه قلبيه بيتحكم مسؤوليه بتتحمل مسؤوليته هو الرئيس أردوغان. طب قدرتوا تتواصلوا مع حدا، مع وزير الداخلية، مع أي حدا بس يعطيكم معلومات؟ يعني مش أكثر من أنه تطمنيت أنه هن بخير وهن بعاد عن المعارك، بس أي شيء بيصير بعدنا نحن بنحمل المسؤولية الدولة التركية، ومن إلا أنه ما تنسى عندها رعاية هي هون كمان، يعني لازم يصير أنه اثنيناتهم يتداركوا الأمر لحتى تنحل هالقضيتين. كلارا هنا إشارة أيضا إلى أن لجنة أهالي المخطوفين كانت قد ناشدت مخطوفي التركيين المخطوفين التركيين بعدم يعني القيام بأي خطوة سلبية أو أي خطوة متهورة، باعتبار أن الوضع حساس جدا في هذه اللحظات، ويجب طبعا أخذ الحيطة والتعامل مع هذا الملف بحساسية مطلقة. كلارا. نعم شكرا لك يا زميلة نوال بري، حدثتنا مباشرة من الضاحية الجنوبية. الجيش المصري يقتحم بلدة كرداسة جنوبي القاهرة لتطهيرها من الإرهابيين. داهمت قوات الجيش المصري بلدة كرداسة جنوبي القاهرة، حيث معقل الإسلاميين في إطار قرار وزارة الداخلية المصرية لتطهيرها من ما تصفهم بالإرهابيين. هذا الهجوم الذي تخلله اشتباكات مع عناصر مسلحة اعتلت أسطح المباني وبدأت بإطلاق النار على عناصر الجيش، ما أسفر عن مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في تبادل لإطلاق النار فور بدء عملية المداهمة. وقال مسؤول أمني إن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين الشرطة والإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على البلدة الواقعة بالقرب من أهرامات الجيزة. وأضاف المسؤول إن الهدف من العملية هو توقيف 140 شخصا مطلوب القبض عليهم والعثور على منفذي مذبحة كرداسة، حيث قتل حوالي 10 من رجال الشرطة في 14 من آب أغسطس الماضي. وفي بيان أصدرته ناشدت وزارة الداخلية قاطني منطقة كرداسة معاونتها في مهمتها وعدم التواجد بمسرح العمليات حرصا على سلامتهم. وبالتزامن مع بدء عملية اقتحام كرداسة، أغلقت السلطات المصرية عددا من خطوط مترو القاهرة لفترة وجيزة إثر الاشتباه في وجود قنبلة تبين في وقت لاحق أنها خالية من أي مواد متفجرة. الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث إلى فوكس نيوز عن آخر التطورات. نفى الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون سوريا وافقت على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية وإزالة ترسانتها من هذه الأسلحة بسبب التهديدات الأمريكية، وقال إن الأمر لا يتعلق بالتهديد. وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أكد الأسد أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين قضية الأسلحة الكيميائية والصراع داخل سوريا، مشيرا إلى أن عدد الجنود الحكوميين الذين قضوا في هذا الصراع فاق 15,000. نحن لم ننظر إلى الولايات المتحدة أبدا كعدو، ولم ننظر للشعب الأمريكي أبدا كعدو. نحن نريد دائما أن تكون علاقتنا جيدة مع أي بلد في العالم، وفي المقدمة الولايات المتحدة، لأنها دولة عظمى. ليس لدينا مشكلة عندما يكون هناك احترام متبادل. نتعهد بتسليم الأسلحة الكيميائية لأي بلد مستعد للمخاطرة بأخذه، لكن ضبط وتدمير هذه الأسلحة عملية معقدة جدا فنيا، وتحتاج إلى نحو مليار دولار، وتستغرق سنة على الأقل. وفي إطار متصل، قال وزير الدفاع الروسي إنه لا يستبعد مشاركة روسيا في نقل أو إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية. من جهة أخرى، انتقد وزيرا باراك أوباما السابقان للدفاع روبرت غيتس واليوم بانيتا نهج الرئيس الأمريكي حيال سوريا، وطلبه من الكونغرس الموافقة على عمل عسكري محتمل. ورأى اليوم بانيتا أنه كان على الرئيس التحرك دون السعي إلى الحصول على موافقة الكونغرس على تدخل محتمل. عندما يحدد رئيس الولايات المتحدة خطا أحمر، فإن مصداقية هذا البلد تتوقف على ترجمة أقواله إلى أفعال.
أما سلفه الجمهوري روبرت غيتس فرأى أن تصويتا سلبيا للكونغرس من شأنه أن يضعف الولايات المتحدة في نظر حلفائها وخصومها. توجيه ضربات أمريكية لسوريا سيعني صب الزيت على نار شديدة التعقيد في الشرق الأوسط. من المفترض زيادة المساعدات العسكرية للمجموعات المعارضة التي لا تنتمي إلى القاعدة. هذا سيكون جيدا على المستويين العسكري والسياسي. وعلى خط آخر، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول تركي قوله إن سلطات بلاده أغلقت معبر باب السلام الحدودي مع سوريا بعد أن اشتبكت جماعة من مقاتلي المعارضة مرتبطة بتنظيم القاعدة مع وحدات من الجيش السوري الحر في بلدة أعزاز السورية قرب الحدود التركية. وأوضح المسؤول أن إغلاق المعبر أتى لأسباب أمنية لاستمرار الغموض بشأن ما يحدث على الجانب السوري، وقد توقفت كل المساعدات الإنسانية التي تمر من المعبر في الأحوال العادية. ميدانياً، أكدت التنسيقيات المحلية سيطرة الجيش السوري على 60% من منطقة حرستا، وتحديداً على الأحياء الجنوبية والشمالية، فيما تشهد الأحياء الوسطى وامتداداتها باتجاه بساتين دوما عمليات عسكرية للجيش. وفيما أعلنت قوات الجيش سيطرتها الكاملة على حاصرت هذه القوات منطقة المليحة في وقت تتقدم قوات الجيش على محور زمل كاجوبر. أهلا من جديد. النائبان وليد جملاط وطلال إرسلان يشكران رئيس الجمهورية على المشاركة في التعازي في المختارة. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة النائبين وليد جملاط وطلال إرسلان في زيارة شكر في خلالها النائب جملاط للرئيس سليمان تعزيته بوفاة والدته الأميرة مي إرسلان جملاط. وكان اللقاء مناسبة للتشاور في التطورات السياسية والحكومية والأمنية السائدة راهنا على الساحة الداخلية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. وعرض رئيس الجمهورية مع النائب بطرس حرب أجواء الاتصالات السياسية الجارية في شأن الوضع الحكومي، إضافة إلى الشؤون السياسية المطروحة على بساط البحث. واطلع الرئيس سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الخطوات والتدابير التي تتخذها القيادة لضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار في الداخل وعلى الحدود. كما تناول رئيس الجمهورية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ديفيد هيل العلاقات الثنائية والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي ينعقد في نيويورك في 25 من الجاري. ومن زوار بعبدة رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت بيتر دورمان. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التيني رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان اللذين شكراه على التعزية بوفاة والدة النائب جملاط. أهالي سهل عكار يطالبون المسؤولين حل معضلة النهر الكبير الجنوبي. منعا لتكرار مآسي الأعوام الماضية لجهة فيضان النهر الكبير الجنوبي في فصل الشتاء الذي يغرق مئات الهكتارات من المساحات الزراعية ويغمر القرى والبلدات الواقعة في منطقة سهل عكار، طلب أهالي المنطقة وزارة الأشغال العامة القيام بواجباتها لجهة تنظيف مجرى النهر من الأوساخ والوحول وتعميق مجراه. أنا بنشدهم إذا بيطلعوا بحل النهر شوي يردوا هالضرر عن المواطنين، لا سمح الله تعالى يوم لا يفعل ندم، لأن وقت بيصير فيضانات ما بقى فيني يعملوا شيء، بس يتفرجوا مثل غيرهم. الدولة عم تجد، نحن وعدنا عدة مرات على أساس بإنشاء حاد دعم أو حاد ساتر ترابي أسوة بالأخوة السوريين هون، لكن مع الأسف الشديد بوعود بدون وفاء مثل ما بيقولوا. إشارة إلى أن الجانب السوري أنشأ ساتراً ترابياً على طول المجرى بارتفاع يزيد عن 12 متراً لحماية أراضيهم الزراعية من احتمال فيضان النهر، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجانب اللبناني ويزيد من اندفاع المياه والسيول باتجاه الأراضي الزراعية والممتلكات والمنازل الواقعة على ضفة النهر. معاناة النازحين السوريين تتظهر أكثر فأكثر مع اقتراب فصل الشتاء. مع أول هطول للأمطار خرجت معاناة النازحين السوريين القابعين في محافظة عكار إلى الواجهة، فظهرت هشاشة الخيم التي يقطنون فيها بعدما غرقوا في مستنقعات من الوحول والمياه والأتربة. مشهد الأطفال حفاة الأقدام وهم يلهون بالوحول يكشف حجم المأساة التي يعيشها النازحون، ويظهر انعدام أي دور فعال للجمعيات والمنظمات الدولية لا سيما مفوضية الأمم المتحدة أقله لجهة تأمين مساكن بديلة. هلا جينا الشتوية فاتت علينا المي والبول،
ما في يعني ما غير بقعه صغيره قعدنا عليها بس. هلا من اول الشتويه هيك صارت، كيف لقى بكره بالشتويه تفوت المي علينا للبيوت. والله العظيم صعبه حياتنا هلا بهالشتاء، هلا صعبه علينا يا خالي. يعني ما بنحسن، شلون بدي اقول لك، يعني ما بنحسن، يعني لا في صوبيا لا في شيء لا في شيء. حصير لهالجماعه والله العظيم 16 موت طبعا، يعني ما في مساعدات. وضعنا مبهدلين بهالشتاء، هذا اول شتاء تبهدلنا، كيف لنا لسه ما اجت من الشتاء من مين كلياتنا والله العظيم. وامام هذه الصوره الماساويه ترتفع اصوات النازحين السوريين التي تشدد على ضروره تحرك المعنيين قبل قدوم فصل الامطار وتوزيع الحصر والاغطيه عليهم وتمتين خيامهم. التين فاكهة لبنانية شهية، تشتهر بلدة كفر حمام الحدودية بزراعتها وبيعها كمونة للشتاء. تحقيق للزميل جورج عشي. تنهمك العائلات الجنوبية في شهر أيلول في تحضير مونة الشتاء من لبنة وزيتون وكشك ومكدوس الباذنجان والمربيات على أنواعها. وكفر حمام إحدى قرى العرقوب الواقعة في قضاء حاصبية، هي إحدى القرى الجنوبية التي تعتمد في معيشتها على زراعة الزيتون والتين وكروم العنب والصبار، لكن اعتمادها الأساسي يبقى على التين البياضي ذي الشهرة الواسعة والذي يمتاز بحلاوته وجودته ومردوده المادي على الأهالي، إذ يصل بيع رطل التين إلى حدود 35 ألف ليرة لبنانية. ويكاد لا يخلو سطح منزل في كفر حمام في هذا الشهر من فرش أو تسطيح التين نظرا إلى جودته في صنع المربى، خصوصا التين المعقود لأيام الشتاء الباردة. أنا بشجع أنهم يرجعوا يزرعوا تين، بشجع. كل واحد عنده أرض بور مثلا ما منوش عايزها تركها هيك، حرام يتركها، يزرعها بور، يزرعها تين عفوا، أو يزرعها صنوبر كمان. والناس بتتكل على الموسم، وصار التين له كتير أسعار مليحة ومشهور. ويجمع مزارعو التين في كفر حمام على أن زراعته باتت أفضل من زراعة الزيتون الذي يتحول إلى عبء عليهم مطلع كل عام نظرا إلى عدم تمكنهم من تصريف خواب الزيت. أهلا من جديد. سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي يخضعان اليوم للمحاكمة. مثل سيف الإسلام القذافي أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي أمام محكمة في الزنتان في إطار محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، وقد قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 12 من كانون الأول للسماح بحضور متهمين آخرين في هذه المحاكمة. ومن المقرر أن يمثل 38 متهما من رموز النظام الليبي السابق بمن فيهم سيف الإسلام القذافي ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي أيضا أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس للنظر في التهم الموجهة إليهم التي تصل إلى 11 تهمة على الأقل. ويفيد القرار القضائي أنه في حال تخلف أحد المتهمين عن المثول أمام غرفة الاتهام فإن الغرفة لها الحق القانوني في متابعة قضيته ودراسة ملفه وتقدير موقفه القضائي في الإحالة إلى محكمة الجنايات من عدمه، علما أن جلسات غرفة الاتهام وفق القانون الليبي تعقد بشكل سري ولا يسمح خلالها لوسائل الإعلام بمتابعتها. ويتضمن ملف القضية 40 ألف وثيقة وأكثر من 4000 صفحة تحقيق. ومن بين التهم التي سبق وإن كشف عنها مكتب النائب العام الموجهة للمتهمين ارتكاب أعمال التقتيل الجثثي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات. يشار إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضية آخر رئيس وزراء في حكومة القذافي البغدادي المحمودي وآمر السابق للحرس الشعبي منصور ضو. موسم القفز بدأ في دبي واللامبورغيني بحلة ذهبية، وأخبار أخرى في صفحة منوعات. أن يقفز إنسان من طائرة تحلق على ارتفاع 4000 أمتار قد لا تكون فكرة ممتعة للجميع، لكن دبي أصبحت واحدة من أكبر مراكز القفز بالمظلات في العالم بالنسبة لمن يبحثون عن التشويق ويبهجهم السقوط الحر من أعلى بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. تجدون هذا كله في منطقة إسقاط مساحتها 260 ألف متر تحيط بها المياه وصف من ناطحات السحاب اللافت للنظر وجزيرة النخلة الشهيرة. فمنطقة النخلة للقفز بالمظلات في دبي والتي بدأت أعمالها منذ 3 سنوات فتحت أبواب موسمها الجديد الذي يبدأ في سبتمبر أيلول وينتهي في مايو أيار مع لائحة انتظار طويلة.
يعرض في دبي حالياً مجسم أولي لسيارة هو الأغلى من نوعه في العالم، مجسم من الذهب المرصع بالألماس لسيارة اللامبورغيني، وذلك في أول محطة له قبيل جولة حول العالم في وقت لاحق. المجسم لسيارة لامبورغيني أفنتادور كوبي مطلية بالذهب هو نسخة طبق الأصل من المجسم الذي يخطط مهندس صناعة مجسمات السيارات روبرت جوبلن في ألمانيا لصناعته من الذهب الخالص والأحجار الكريمة، وتقدر قيمته بنحو 2.9 مليون دولار. وقالت صالة العرض التي تعرض المجسم في دبي أنه بمجرد اكتمال المجسم المقرر والذي يبلغ طوله 25 بوصة سيباع في مزاد بسعر مبدئي يقدر بنحو 7.8 مليون دولار. قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مصنع كلاشنيكوف حيث يتم صنع هذا النوع من السلاح، وقد اطلع على سير العمل في تصنيع سلاح AK-12، كما قام بوتين بمعاينة الأنواع الجديدة المصنعة. وقبل الذهاب إلى المصنع قام بوتين بزيارة ميخائيل كلاشنيكوف المصمم الأساسي لهذا السلاح والذي سيحتفل بعيده 95 قريبا. كان في النشرة لليوم الثاني على التوالي المواطن ضحية قسطالي مياه. يعني اللي عنده موعد بعد نص ساعة وبيعلق ساعتين بالعشاء شو بده يعمل؟ أطراف القاهرة تشتعل مواجهات مع الجيش المصري وإخلاء مترو الأنفاق لفترة. الأسد تدمير الكيميائي يحتاج إلى مليار دولار ولم ننظر إلى أمريكا أبدا كعدو. وفي النشرة إنها اللامبورغيني من ذهب. هذا كان كل شيء في نشرة الظهيرة من قناة الجديد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.